كله بيدور لمصلحة الوطن، بس كل واحد من وجهة نظره. يعني أنا واحد مثلا من الناس اللي وجهة نظرها دستور ثم انتخابات رئاسية ثم مجلس الشعب، ويمكن أنا آسف في 10 ثواني، الدستور ده ثابت، ده بيقعد عقود من الزمن. المجلس الشعب الأغلبية اللي بتتحكم فيه ده شيء متغير، فما ينفعش أبدا المتغير هو اللي يتحكم في الثابت أو المتغير هو اللي يضع الثابت. أضف لذلك يعني مثلا جدلا، حزب الوفد ما كان أيام الملك أغلبية، ألم يقولوا لو انتخب الوفد حجرا لفاز في الانتخابات؟ طيب أو لو رشح الوفد حجرا لفاز. طيب النهارده الوفد أقلية، أحد الفصائل أو أحد التيارات ممكن النهارده يكون أغلبية، بعد كده هيبقى أقلية. هقعد ألعب في الدستور كل ما تيجي أغلبية تتغير؟ الدستور هو العقل يعني الذي بين الشائع والمشاع، حضرتك تقصد والدستور ان كان احنا يتنفذ الاهم أولا. ان احنا نبدا بالدستور وان احنا نؤجل الانتخابات، ولا ان الانتخابات تقام وبعد ما كده أنا ان هاجي حضرتك الدستور الدستور يرجع أولا، لشكله يعني القديم؟ الدستور مجلس انتخابات رئاسية مجلس الشعب، ده الصح، أو بلاش ده الصح، أنا آسف، ده اللي في وجهة نظري وفي وجهة نظر بعض زمايلي صح. لكن دلوقتي الناس بتقول لا أنا هعمل انتخابات. طيب إذا كانت الأغلبية في الاتجاه ده، خلاص أنا هرضى وهرضى بالأمر الواقع اللي مكتوب عليا، خلاص انتخابات، بس مطالب إنك تأمن لي انتخابات، مطالب إنك تضمن إن اللجنة التأسيسية اللي هتضع الدستور هتبقى مشكلة من جميع الأطياف. بس هو السؤال، المجلس العسكري قال إنه هيقدر يأمن الانتخابات. طيب الانتخابات مش معناها تأمين أثناء اللجان أو تأمين على اللجان. حضرتك تعلمي تماما ما يحدث أثناء الانتخابات، ونرجع بالذاكرة شوية لما كانوا بيخطفوا أبناء عائلات ويقولوا لهم هتنزلوا تدوا أصواتكم، هو ده اللي التأمين بيحصل ده في قصة المحافظات طويلة جدا، والصعيد. هم قالوا إنهم كفيلين بيها. إذا قضوا يحققوا ده والأغلبية قالت ده، أنا مرضخ إن أنا أقول أوكي حاضر، في لأن ظل الأغلبية الظروف بتقول اللي ده. احنا فيها دلوقتي ممكن تقام الانتخابات بشكل سليم؟ أنا شايف لا. يسأل في ذلك المجلس. طيب، كمان عايز اعرف رأيكم في انه، يعني اكيد طبعا كله عارف ان تم تكليف رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة، أكيد ليكوا أي تعليق عليه؟ انا بصراحه ماليش تعريف، نقول ماليش، ننقلك صوت الميدان. ده اللي أنا عايزاه. صوت الميدان ان الناس قالت كلاكيت 35 مره، بس بدل ما احمد سياده شفيق. رئيس الوزراء السابق احمد شفيق قال نجيب لكم بونبون، هو هيجيب شاي وجنزبيل. ده الكلمه اللي اتقالت امبارح في الميدان. الحاجه الثانيه، الدكتور جمال الجنزوي يمكن احنا حضرناه الحمد لله ونعي ايامه، راجل قمه الاحترام وقمة العلم والعطاء، لا يختلف في ذلك. بس هو السؤال يعني، طب وانا ليه استثير الناس؟ وانا ليه استثير الناس؟ انت النهارده بتقول لي هجيب رئيس وزراء بحكومة انتقالية وانا بعمل انتخابات مجلس الشعب والشورى، وهو يعلم تماما الوضع الحقيقي اللي هو موجود فيه. بص يا فندم، لابد ان نخرج من فكرة الاشخاص الى فكرة الشخوص. انا مش عايز فلان او علان او تيتان، انا عايز الهدف. حط لي خطة دلوقتي بتقول لي ان الحكومة اللي جاية دورها واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعد كده اللي يجي سين صاد عين طه مش مشكلة، المهم إنه يجد في نفسه الكفاءة إنه يحقق واحد اتنين تلاتة أربعة على الأقل يا فندم. أقل شيء يرضي الناس، الناس مش نازلة عشان تعتصم، الناس مش نازلة عشان تقف عجلة إنتاج، الناس مش نازلة لأن في المقابل في فيصل آخر ابتدى يطلع ويقول لا أنتوا كده موقفين. البلد بتنقسم في وقت لا تحتمل الانقسام. حط أهداف ترضي هو الغالبية الموضوع العظمى. مش بدون كلامك يا احمد، مش كمال الجنزوري بعينه او اي حد، حط الاساس الاول واي فرد هو هيعرف اما ينظم بتقول الموضوع حط دوت. الاهداف او اسر الاهداف، بتقصد بيها مين؟ الثوار ولا الحكومة؟ الاثنين نجتمع كلنا مع بعض، ليه ما يبقاش في حوار ما بيننا وما بينهم؟ ليه ما يقربوش المسافة؟ الحوار هنا ما بين الحكومة وبين الثوار بشكل مباشر، ولا ما بين الحكومة وبين الأحزاب اللي ممكن لا الثوار الثوار، يشكلوها؟ الاحزاب، في احزاب كتيره رافضه اللي احنا بنعمله، او بمعنى اصح ليها مصالح تانية، لكن انا بتكلم على الثوار الحقيقيه. هل هي أهداف الثورة اختلفت من 25 يناير النهاردة؟ هي زي ما هي، كرامه، عداله، حريه، اللوحة عداله الكبيرة اجتماعيه، البيضة اللي كانت متعلقة في الميدان. هي زي ما هي. عشان كده احنا قررنا ان احنا قلنا احنا المره اللي فاتت قعدنا 18 يوم، غلطنا ان احنا ما كملناش من اول يوم الجمعه اللي فات، قلنا ده 19، بعد كده السبت ال 20، التسعة اشهر دول نسيناهم لان ما حصلش فيهم حاجه، ما حصلش غير حاجه واحده بس، 1500 مفتقدين، 12000 محكوم عليهم عسكريا، وكلها حاجات يعني مش في صالح الثوره. على العموم، محمد نزار مؤسس حركة الصمود الشعبي، مؤسس لجنة الحشد، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الجليل أحد ثوار التحرير، بشكركم جدا.
وربنا يوفق الجميع. اكيد كلنا حلمنا انه يبقى في كرامه وفي عداله وفي حريه، وفي ده حلم كل الشعب المصري. في وحدة للشعب لو كمان. اختلف حد على الطريقه او لو اعترض ده مش معناه اي شيء. انا عايز اتكلم في نقطه صغيره في عجاله. المخرج من اللي احنا فيه، المخرج من اللي احنا فيه في منتهى البساطه جدا، على رايين مختلفين ما بين مجلس سياسه مدني، ما بين تطعيم المجلس العسكري بمجموعات ومن رموز المجتمع، حكومه انتقاليه تقدر سواء في الحل ده او في الحل ده تقدر تحقق. بس لازلنا معتقدين ومؤمنين، المجلس العسكري يبقى معاهم 19 مدنيين، لازلنا مؤمنين ان لازم يكون في صداده، لازم يكون في صداده، والا الدنيا هتفرط، ولو فاطت مش هتعرف تتلم تاني. اكيد. ولازم يكون في النهايه في حل. بشكركم جدا ونورتونا مشاهدينا. لسه معانا فقرات مثيره جدا في نهاركم سعيد.